تطمني يا زين. دي مسألة بعيدة عنك يا سلوى. بعيدة عني ازاي وانت عامل كده يا حبيبي؟ مش المفروض برضو ان احنا حاجة واحدة؟ يعني ايا ما كانت المسألة انا المفروض اشيلها معاك. انا مش عارف، مش عارف اقولك ايه. قول اي حاجة بس طمني. هي مسألة عائلية بالدرجة الاولى، انا حساها تقريبا. لا ده اكيد، بس حتى لو في مشكلة المفروض ان انا اساعدك في حلها. يا ريت، يا ريت تقدري. ياه، هي للدرجه دي مساله عويصه؟ رحيم عايز يتجوز. رحيم اخوك عايز يتجوز؟ معقول على انعام؟ طب واولاده؟ اتفضلي حليها معايا بقى. مش عارفين، مش عارفين نعمل له ايه في السن ده. ايوه، وبدل عقله ما يكتمل ابتدى يعيش فتره مراهقه تانيه. يبقى ليله مجالك هنا كان جاي علشان احلل له الجوازه واساعده. لا يا زين اوعى، شكله وشكل العيله هو بالذات هيتهز قدام ولاده وقدامكم كلكم. امال لو عرفت عايز يتجوز مين هتقولي ايه؟ مين عايز يتجوز؟ واحده من اللي بيغنوا في الشواطر والافراح. تبقى حسنات. ايه اللي عرفك؟ شكلهم وهما بيرقصوا مع بعض يوم خطوبة نفيسة كانوا فرحانين ببعض قوي، بس المصيبة كانت إنعام مراته. هو بيرقص مع حسنات وهي هاتية زغاريت. دي كده إنعام دي طيبة وعلى نيتها. أرجوك يا سلوى، أرجوك، الموضوع ده يفضل سر بينا كأني ما قلتلكيش لحد ما نشوف ربنا هيحلها ازاي. هو ده كلام يتقال عشان اقوله؟ انا مش عايز ابقى انا اللي اتكلمت وقلت لك يا ماجدة، هيعتبروها فضيحة وانا سببها. اخوك لو معتبرها فضيحة ما كانش اختار واحدة زي دي، لكن ده معتبره موضوع عادي، ولعلمك الموضوع ده مش هيستخبى. لا اله الا الله، يعني هنتفضح؟ احنا هنتفضح، لكن المعلم اخوك هيقعد على القهوة في وسط المعلمين يتباهى ويعمل نفسه ضاليع في شؤون الحريم، وانه بياخدهم من الشوادر يتوبهم ويتجوزهم. يا ماجدة ده ايه؟ ده ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ بقولك اللي هيحصل واللي انت عارف ومتأكد انه هيحصل. امال انت فكر اخوك رحيم مختار واحدة زي دي ليه؟ عشان تذاكرله ولا تساعده في الدكتوراه؟ خلاص يا ماجدة، خلاص خلاص. ما انتش عايز تسمع؟ انا اسف فعلا اني قلت لك على اللي مضايقني. كنت متخيل انك هتساعديني وتشوري عليا بدل ما تسودي الدنيا في وشي كده. هو انا لما اقول لك الحقيقه ابقى بسودها في وشك، ولا انت ما بتحبش اللي يواجهك؟ خلاص يا ماجدة، خلاص. بس اعمل حسابك، الدنيا لسه هتسود اكتر لما تلاقي الست حسنات داخله عليك المحكمه وهي رافعه قضيه على اخوك بعد ما يطلقها مثلا. ايه هو ده؟ ايه ده اللي بتقوليه ده يا ماجدة؟ انت خلاص جوزتيهم وطلقتيهم ورفعت قضيه وخلتيني انا القاضي اللي هيحكم؟ ومستنيه لما اشوف هتحكم فيها ازاي. أوه. طبعا، ما هي دي اخرتها، كبير المنشويه يهد كل اللي احنا عملناه واللي ولادنا لسه هيعملوه. صدقتني بقى لما قلت لك اني عايزه اربي بناتي بالطريقه بتاعتي وبعيد عن الناس دول؟ خلاص يا ماجدة، اعملي معروف بقى، ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي. امال لازمته امتى؟ لما يروح يتجوز البنت دي. اسمع يا منشاوي، انت لازم تشوف لك حل مع اخوك ده قبل ما البنت دي تضحك عليه وعليكم. ده الدنيا كلها هتضحك عليكم وفتحتنا هتبقى بجلاجل. ابوك فين يا في الحضره جوه. طيب روح قول له خالي عايزك. ده في الحضره يا خالي. ايوه يا ابني، روح قول له خالي عايزك. يلا. ما اقدرش. ما تقدرش ليه؟ اصل ممنوع حد يخش. ممنوع يعني ايه؟ طب روح شاور له. مش هيشوفني. مش هيشوفك يعني ايه؟ مغمض عينيه، استنى لما يفتح وبعد كده شاور له. يلا روح خلصني. ما اقدرش يا خالي. لا حول ولا قوه الا بالله. الله.
مخلص طبقة الذكر، اروح انا اجيب بقى القرفة والنفحة للدراويش. لا 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 لا، روح هتولدك الاول، روح. حاضر يا خالد. اهو جه اهو، اروح انا بقى اجيب القرفة. انت فين يا حاج عثمان؟ في ملكوت الله يا دكتور. الله، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ تعال اقعد في العربية. تعال خش يا حاج، لحد العرق ده ما ينشف لا تاخد برد. خش. انا عايز اجابر ربنا وانا عرجانك ده بعرق الذكر. مش الافضل ان احنا نقابل ربنا بعرق العمل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. يعني نسيب البيع والشراء. الكلام ده يا حاج عشان تصلي. يعني المؤذن لما يؤذن لصلاة الجمعة ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أها شفت، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مش الذكر ده يا حاج هو احنا لازم نذكر في الظلمة؟ احنا كفاية علينا النور اللي واصلنا ومنور قلوبنا. ده كلام برضو يا راجل، احنا بشر. شوف احنا اتكلمنا كتير ومش بنتفق. خلي كل حي يذكر ربنا بالطريقة اللي تريحه. جرب يا رضا، وزع على الكل. هات النفحات. تشرب قرفة؟ لا 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 لا، احنا هنشرب القهوة في البيت الكبير. طب روح يا رضا. حاضر يا ابوي. خير؟ الله صحيح، انا ما سألتكش كنت عايزني في ايه؟ عاوز اتكلم معاك في موضوع. موضوع ابو وجيه مش كده؟ لعلمك احنا لسه جارين له الفاتحه دلوقت قبل الحضره، وان شاء الله هنقرا له ياسين عشان ربنا يصرفه على اللي في دماغه. ايوه يا حاج عثمان، بس لازم ناخد بالاسباب الاول. ربنا ادانا عقل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، مش كده ولا ايه؟ والله انا غلبت معاه وخدت بكل الاسباب زي ما قلت، لكن ما تقلقش انا مش قلقان. رحيم ما يقدرش يطلع من يد ابوه. ايوه ده جه قدام الحج وما قدرش يقولها. قالها يا حج، قالها لنا الليله وهيقولها لابوه، وده حقه. خد بالك يا حج، ما حدش هيقدر ياثر فيه غيرك. الصاحب ورفيق العمر غير اخواته الصغيرين. احنا مش هنقدر نقف قدام رحيم لانه هو اللي ربانا، لكن انت اللي ممكن تقف قدامه وتقول له عيب، عيب بعد العمر ده كله يتجوز مغنواتية بتغني في الموالد. يتجوز ايه؟ مغنواتية يا حج. أعوذ بالله، أعوذ بالله. لا لا يا رحيم، لا يا رحيم عاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن رحيم ولد عمران المنشاوي لو عملها. شوف يا رحيم، شوف يا رحيم يا ولد عمران المنشاوي، أنا بشهد ربنا وبشهد أخوك وبشهد العالم كله، لو عملتها هكون بريء منك ليوم الدين. سمعني؟ اسمعها تاني، تلاتة بالله العظيم، لو تعملها هكون بريء منك ليوم الدين.